وجهنا سؤالين برلمانيين لوزير النقل حول طبيعة العقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة هوليداي بغداد فيما يتعلق بقضية منحها رخصة التحقق تشيك آن وبطاقة صعود الطائرة البوردنج كارد ووكالة تركيا وإيران. كما تضمن السؤالان المطالبة بجميع أوليات تلك الرخصة وتفاصيل العقد والجدول الاقتصادية منه، إضافة إلى مبررات منح وكالة الطيران في تركيا وإيران لشركة دون بقية الشركات المتنافسة. إننا ندعو المسؤولين في وزارة النقل إلى التعامل مع دورنا الرقابي بشفافية عالية وتزويدنا بكافة الأوليات والبيانات المتوفرة حول هذين العقدين. بعد